حركية قليلة هنا ببورصة الجزائر، حركية تعكس ضعف استقطاب الشركات في القطاعين العام والخاص بعد أزيد من 20 سنة على التواجد 5 مؤسسات فقط مدرجة بالبورصة، وضع يثير عديد التساؤلات حول أسباب هذا العزوف. ميدان البورصة هنا في الجزائر هو ميدان جديد عنا، ما نلاحظوهش كما نشوفوه في البلدان الأوروبية والأمريكية. البورصات تعمل احنا عندنا كاين فيه نقص من التحسيس لميدان البورصة. الناس احنا مازال ما ولفناش في بيع وشراء الأسهم والتعامل بواسطة البورصة. نتجه نحو البورصة عندما نكون بحاجة إلى ذلك، فإذا لم يكن لدينا حاجة استثمار أو الحصول على مزيد من الأموال، فلماذا نتوجه نحو البورصة؟ أما في حالة وجود مزايا ضريبية تحث أصحاب المؤسسات على الدخول في البورصة، فربما سيكون هناك أكثر من 5 مؤسسات في البورصة، كما هو الحال حالياً. أبواب البورصة وإن كانت مفتوحة أمام الجميع، إلا أنها تفرض على الشركات شروطاً تستوجب المزيد من الشفافية كالإفصاح عن رقم أعمالها. الشركات يعني نرحب بها إذا كانت قدمت للبورصة، ولكن قلت عزوف هذه الشركات للبورصة لأنه يفضل يتوجه أولاً إلى البنك من جهة، ومن جهة أخرى أيضاً ما ننسوش أنه البورصة تفرض على هذه الشركات ما يسمى بالشفافية، ولكن احنا نلاحظ انه العديد من الشركات تفضل العمل يعني في ظل يعني في 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 بعيد عن الاضواء. اغلب مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات عائليه ذات الثقافه العائليه، والعائليه ما تقبلش انها توظف مدير عام الذي يسير المؤسسه، او توظف مدير خاص بالمالية والمحاسبة يسير المؤسسة بعيد عن تشنجات العائلة، ولذلك العائلة غالبا أنها تعمل في الظلام أكثر مما تعمل تحت الضوء. وإن كانت عديد الشركات ترفض خيار البورصة، إلا أن أخرى اختارت الولوج فيها، تجربة إيجابية لكنها تواجه عديد الصعوبات. الشركة تعرفت في بعد أكثر فأكثر بعد دخولها البورصة، لكن السلبيات هناك يعني ضعف السوق المالي، ضعف التداول أو ما يسمى السيولة، لأن ضعف المنظومة البنكية بأجملها وضعف السوق تنظيم السوق المالي في الجزائر. إذا ما دخلوش يعني شركات أخرى، يعني ما توسعش قاعدة بورصة الجزائر في السنوات القادمة إلى 10 20 30 40 شركة 50 200 شركة، يعني راح يكون من الصعب بقاء 5 شركات وحدها، يعني ما عندهاش معنى. يعني احتواء عوائق تطور بورصة الجزائر من خلال تشجيع المؤسسات للالتحاق بالبورصة دفع بالحكومة لتقديم خيار الإعفاء الجبائي على الأرباح المحققة بالبورصة، وذلك منذ 2003، خطوة بحاجة إلى تدعيم أكبر. الإعفاء الجبائي ما عطاش الثمار باش ينشط السوق، إذن لازم نبحثوا على حلول أخرى. الكثير من الشركات استفادت من إعانات جبائية، يعني ديزافونتاج فيسكو، لما لا إجبارها أنها بعد الحصول على هذه الإعفاءات الجبائية، لما لا في غضون مثلا 3 أو 4 سنوات الإدراج جزء من رأس مالها على مستوى البورصة، كما هو معمول في بعض البلدان. في غياب تنظيم هذا السوق الموازي وإقحام السوق الموازي بشكل سلس في السجل التجاري، وبالتالي ضبط عمليات الإنتاج للخدمات أو الإنتاج الصناعي، لا يمكن أبدا أن نتحدث عن دخول هذه المؤسسات نحو البورصة. إنعاش بورصة الجزائر وتحويلها إلى مصدر مالي واعد يبقى مرهون بإصلاح المنظومة المالية في الجزائر، خصوصا في ظل الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.